السلام عليكم. أداة مجانية تعمل اوت سيف وكلين باك اب فايل بالشكل دوت. تقدر تعمل كلين للباك اب فايل، تقدر ان انت تسيف مثلا كل 10 دقايق مثلا، يجيب لك ان هو بيعمل سيفنج اهوت اوت سيف كل 5 دقايق. تمام، يقدر يسيف لك المشروع. تقدر تختار طريقة التسمية اللي انت عايزها.